حكيمنا، ما فينا نعيد الدعاء من جديد؟ لا مستحيل، مضطرين نستنى ليصير وقت مناسب بيوم تاني. قلتلكن من الأول إنه ما لازم يكون في أي نوع من المشاكل بهذا الدعاء بالتحديد. وهداك الفانوس كان لازم يضل شاعل كل الليل، بس هو طفى قبل ما نبلش نحن ندعي. هاد فال سيء يا جماعة. يا ربي دخيلك، بترجاك تحميلي أنيس. إليلي، شو المشكلة فدية؟ جاوبيني، شو مشكلتك؟ وليش عم تعادي كل العيلة؟ وليش ما فيك تشوفي حدا مبسوط؟ انت بتعرفي منيح أهمية هالدعاء هاد لأختي، ما؟ بتعرفي ولا ما بتعرفي؟ لكان ليش طفيتي الفانوس وما همك حدا فينا؟ جاوبيني، انت خربتي الدعاء، صرت بخجل منك. قديش مستواك انحدر لتأذينا؟ مرة بعد مرة عم تثبتي لي حقدك. طلعي على اختي، هي مقهورة هلا، وانت السبب بهالشيء. اذا ما بتقدري تشوفي حدا بهالبيت مبسوط، لكان شو عم تعملي هون يا فدية؟ ايه قولي ساهر، الا انه لازم تترك البيت وما عاد ترجع له ابدا. اول ما يطلع من تمك هالحكي وتقلع من هون، انا رح اقدر اقنع عمتي بهيك قرار. انا متاكده انه هي كمان رح تايدك بحكيك. ليش التعاسة بتجي من وراكي انت وبس؟ قولي، ليش ما فينا نعيش بسلام وانت بهالبيت هاد؟ قولا ساهر، قول لفدية تترك هالبيت فورا، قولا. لا يا فدية، ما عاد فيني اتحمل، بكفيك. انا رح اضطر اخذ قرار مشانك. فدية فوتي لجوا. ما سمعتيني شو حكيت معك؟ شفتي عمتي؟ شفتي شو عملت؟ يا ابني طول بالك شوي، شفنا الفانوس انطفى، بس فدية قالت انه انزحتت رجلها. بس يا عمتي، محتمل انه هالشي صار من دون قصد. بس يا عمتي، هي طفت الفانوس قدام الكل. ايه صحيح شفنا الفانوس انطفى، بس ما بنعرف اذا فدية طفته قصدا او بالغلط انطفى. سندورة بنتي، نعمل الدعاء مرة تانية. ترتيبات اللي عملناها ما رح تروح على الفاضي، وكل تأخيرة فيها خير مثل ما بيقولوا، وأنيس على الأكيد رح يصير منيح. إيه أختي، بوعدك إنه رح نرجع نعيد الدعاء. أنا كنت مفكرة إنه عمتي بعد ما تشوف هالحادثة قدامها فوراً رح تطلب من فدية تنقلع وتطلع برات هالبيت، بس هي ما أيدت قرار ساهر كمان. معقولة تكون عمتي بلشت تصدق فدية؟ ولا زادت العيلة واحد غبي. يا حكيم، اللي شو فيني أعمل لصلح اللي صار؟ الله يخليك إلي، بعرف إني غلطت غلطة كبيرة هالمرة، وبتمنى إني أقدر صلح غلطتي. هاد اختبار صعب. أنا رضيانة أتحمل أي اختبار صعب. أنت اللي شو لازم أعمل لصلح هالموقف؟ بمثل هيك حالة يلي عمل هالغلطة وطفى الشمعة قبل ما نبلش الدعاء، لازم يصوم يوم واحد، وبعد ما يخلص للصيام مباشرة لازم يرجع يعمل الدعاء مرة تانية. الغلطة اللي أنا عملتها لازم أتحمل نتيجتها. أنا رح أعمل كل شي بتقلي عليه حكيمنا، وبالحرف كمان. أنيس، شوفي ليش هيك عم تتنفس بصعوبة؟
ايه فهمت. تفضل اشرب مي. قديش حاولتوا انتوا الاثنين مع بعضكم؟ انكم تصعبوا علي حياتي بهالبيت. بس انتوا الاثنين في شغله واحده ما فهمتوها لحد هاللحظه، وهي هي الحقيقه المره، اني بقدر خليكم عاجزين عن شي مثل هلا. عجز جسدي لواحد وعجز عقلي للثاني. انا قلت لك من قبل يا فديا، بقيان إلك بهالبيت أيام قليلة كتير، وهلأ أنا رح فرقكن عن بعض مشان ما عاد تخططوا ضدي بنهب وتفكروا تكشفوني قدام الكل. وتذكري منيح شو قلت لما رح تتركي البيت وتروحي، ما رح يكون في ولا شخص يتذكرك بالخير، ورح خليهم يكرهوا اسمك كمان. وتذكري كمان كل اللي قاله ساهر بخصوصك بعد ما خربتي الدعاء. قال ما بيعرف ليش لساتك بالبيت طالما ما حدا مبسوط. فدية بترجاكي لا تأذي لزوجي. انتي بتقولي على طول انه المرأة المتزوجة مهمة كتير بالنسبة إلك، لهيك بترجاك احترمي زواجي وحياتي الخاصة. بترجاكي لا تأذي زوجي. إذا صار له شيء أنا بموت حالي. عمتي وثقت فيكي من بين الكل لتهتمي بأنيس لحتى تتحسن صحته. لهيك لا تحطمي ثقة عمتي. شفتي فدية؟ شو الحالة اللي صار السندورة فيها؟ خلي عندك اعتبار إنه المرة صارت عم تترجاكي. هلأ روحي، أنا رح أقعد مع أنيس. حاضر. سندورة، أنتِ لازم تصبري يا بنتي. كيف رح أصبر يا عمتي؟ أنا عم ارتعب لما أشوفها جنبه. ما بعرف شو رح تدبر لي فدية هالمرة. عايشة بهالبيت وأنا مرعوبة بكل لحظة، حتى أني بطلت لوم فدية على اللي عم تعمله فينا، لأنه الكل بهالبيت لسه مفكر أنه هي ما بتقصد، ومفكرينها بريئة وطيبة كمان، مع أنه الحقيقة صارت واضحة. بس كيف فيها تضحك على الكل؟ لهيك يا بنتي أنا أجيت لعندك، في شغلة عم فكر فيها وهي الحل. إذا كانت فدية مثل ما أني فكرة أنا وياكي، وإنه هي مهتمة بالمصاري وبدها تأذينا وتروح، رح أعمل اختبار واحد وأتأكد، ورح إلا إما بتاخد المصاري أو بتترك البيت وبتمشي، أو بتضل بهذا البيت بصفتها خدامة إلنا. إذا بتوافق تترك البيت وتاخد المصاري وقتها بيكون معك حق، ورح قلعها وقلها ما ترجع أبداً. بس إذا هي ما رضيت تترك البيت مقابل المصاري وكانت مستعدة تضل بالبيت كخدامة إلنا، وقتها هالشي مستحيل يا عمتي. ماشي، لكن أنا رح أختبرها اليوم بالذات. بس انتبهي، اصحك تخبري حدا بهالخصوص، لأنه بهالطريقة نحنا رح نعرف فدية على وشها الحقيقي. سمعت يا أنيس؟ أخيراً كل الأمور عم تمشي منيح مثل ما بدي إياها تكون. بشو عم تفكر؟ إنه فدية ما رح تاخذ المصاري؟ تاخذه؟ وأنا متأكدة. بس كيف؟
رح أجبرها. صح، هالمرة ما رح يكون في ولا غلطة صغيرة، رح خليها تصدقني بس مشان تاخذ المصاري على أساس إنه تضحية. لسه ما بتعرفني، أنا سندورة وبعمل لي من عمل. يا رب دخيلك، دخيلك ساعدني يا رب حتى أقدر أتحمل كل اللي عم بمرق فيه. يا رب دخيلك، دخيلك تعافي أنيس وترجعوا لابنه بارات يا رب سالم ومعافى لحتى يقدر يكشف الحقيقة. يا ربي دخيلك ساعدني لحتى أقدر أحمي هالعائلة وساهر. يا رب تساعدني يا رب وتقويني لحتى أقدر ساعدهم ووقف جنبهم دائما يا رب. يا ربي دخيلك تقويني وتساعدني دائما. يا ربي لا تتركني لحالي يا رب، يا رب تحمي لي عائلتي وتخلي لي إياها. عمتي؟ هذا شيك فاضي، عبيه انتي بأعلى مبلغ بتتمنيه وأنا رح وقع لك إياه. ليش؟ أنا لا، انطري خليني كمل كلامي بالأول. ما عم بعطيكي هالشيك على الفاضي فدية، هذا الشيك مقابل تترك البيت وما عاد ترجعي له، تاخدي المبلغ اللي بدك إياه وبتضبي غراضك وبتروحي وما بترجعي لو شو ما صار، وما بتخبري أي حدا بهي القصة. فكري شوي فدية، إذا قبلتي عرضي ما رح تحتاجي هاي العيلة أبداً. بعتذر منك بس شو بتنفعني المصاري بدون زوجي؟ أنا ما بدي أي مصاري ومستحيل أترك البيت. فدية، لو كان شي حدا غيري يمكن كان انخدع بأسلوبك اللطيف، بس أنا سمعت وشفت شو عم تعملي بالعيلة. أنيس عمل حادث وحالته صعبة وأنتي السبب، وحطيت اللوم كله على سندورة، ومبارح طفيتي الفانوس قبل الدعاء وقدام الكل. برأيك بعد ما شفت كل هالأذى اللي عملتيه بالعيلة رح أقدر صدق أي شي بتقولي؟ ليكي أنا ما بدي أتناقش معك بخصوص أي شي، أنا بس عم أعطيكي فرصة هلأ مشان تكسبي مصاري بلحظة واحدة. واضح إنه هذا هو هدفك، لهيك أنت كل يوم عم تطلعي بتمثيلية جديدة. فدية، ما عاد في داعي تمثلي على العيلة، أنا وفرت لك الطريق، خذي المبلغ اللي بدك إياه واتركي البيت بسلام. وإذا لساتك مصرة تضلي بهذا البيت رح تبقي بسموكة كني ومرته لساهر، رح تبقي عنا كممرضة أو كخادمة للعيلة بأكملها. بس عمتي، بعرف بشو عم تفكري، كيف فيكي تاخدي هيك قرار صعب لحظة واحدة؟ معك حق، وأنا ما رح كون ظالمة معك وأتسرع. فكري فيها، فكري للمسا وعطيني الجواب بالأخير. إيه؟ صدقيني فدية، إذا قبلتي عرضي أكيد أنت اللي رح تكسبي، بس وقع على الشيك رح تكوني غنية لدرجة ما كنت تحلمي فيها من قبل. بس الجواب بدك تقولي لي يا اليوم المسا، أنا رح كون بانتظارك. أخي؟ لا بتشكرك، الحمد لله شبعت. أنت عدي كلي هلأ أختي. أنا آكل؟ لا مالي جوعانة هلأ أنا أبداً، ببقى باكل بعدين. مو جوعانة؟ بس يا أختي أنت من الصبح بلا أكل، كلي شوي هلأ. خلص ببقى باكل بعدين، لا تاكل همي أنت، شكراً. Thank you.
فدية؟ أنت عن جد ما أكلت من الصبح ولا؟ ولا أنت من السعادة ما عاد فيك تقدري تاكلي؟ أنت معك وقت للمسا فدية، تتذكري ما؟ فكري بعرضي منيح، مثل هالفرصة ما بتجيكي غير مرة واحدة بحياتك. عمتي، أنا ما رح أفكر بعرضك أبداً. أنا لازم أبقى مع زوجي بأي حال، حتى إذا كنت لازم ضحي بحياتي بس كرمال زوجي يكون بخير. أنا ما رح أتركه. معك للمساء، أنا ما طلبت منك هلأ جواب. كثير منيح عمتي انك بهدلتيها لفدية هلا. عن جد؟ خبريني بالله مشان شو بهدلتها لفدية؟ انا كان قصدي اي شيء قلتيه اياه هلا اكيد رح يكون الصح، لانك شخص ذكي ومستحيل تغلطي بحق حدا ودائما بتعطيه نصيبه. اكيد لانك كبيرة العيلة والكل بحبك هون، ولهيك قراراتك دائما صح. دائما هي بتجي على الوقت، عم تهتم بأنيس أكثر مني أنا. شو أحكي لك عن الوضع عنا بالبيت؟ كل شي رح ينتهي بأقرب وقت، من وقت ما فدية دخلت على بيتنا عائلتي ما عاشت لحظة سعادة واحدة بسببها، بس هلأ الوضع صار سيء أكثر من قبل، وهلأ ساهر عم يغرق العائلة بالخسارة. شو بدنا نعمل؟ ساهر ورطنا واستثمر 20 مليون روبية، بس المصيبة هلأ نزلت أسعار البورصة وساهر خسر كل شيء، هو عم يأخذ الشركة للخراب. عن شو عم تحكي يا سندورة؟ ما عم بفهم عليكي. معقول هذا بيعني إنه سندورة عم تخطط لمصيبة؟ من وين رح نجيب 20 مليون روبية؟ بس دير بالك ما حدا بيعرف بهالقصة غيري. ساهر كمان ما رح يقدر يخبر العائلة بهالعملة، لأنه هالقرار كان قراره، بس كيف رح يشرح لهم؟ كيف رح يعترف بهيك غلطة كبيرة؟ بس هيك غلطة كبيرة رح تنهي الشركة على الأخير، وأكيد رح يواجه مشاكل مع الكل. أنا ساهر ما بيهمني، لازم يتعاقب على هيك غلطة. بصراحة ما رح أقدم له أي مساعدة، منشوف شو رح يعمل هلا. شي بزعل والله، أكيد أخي ساهر ما رح يقدر يطلع من هيك مصيبة، بس كمان هو لازم يتعاقب عليها. هالمرة يا ساهر ما حد رح يخلصك مني. فدية، بترجاكي لا تصدي هالحكي يا فدية، سندورة وحدي كذاب. سندورة. هالغبية وقعت بالفخ مرة تانية يا حرام، أكيد رح تعمل أي شي لحتى تنقذ ساهر، ورح تخسر كل شيء. سندورة غبية. ها شو يا أنيس؟ صرحت شركة سينغ عن أرباح ضخمة جداً بكل المبيعات السنوية. شو الفايدة من كل هالشهرة وهالنجاح طالما ما في أمان هون بقلب البيت؟ أنا كتير مستغرب، ما توقعت هالشي. شو رح يصير فينا؟ عائلتنا كلها بخطر.
شو بعمل؟ أنا لازم لاقي شي حل مناسب وبأسرع وقت، بس شو رح يطلع بإيدي؟ أنا ما فيني أعمل أي شي، مستحيل. أنت متضايق من هيك؟ أنا بعرف شو اللي مضايقك هلأ. أنتِ طفيتي الفانوس تبعي. فدية، ليش؟ ليش عملتي هالشي؟ بظن معي حق انزعج بعد كل يلي صار يا فدية. والسبب الأساسي يلي زعجني هلأ هو إنه أختي مجروحة. ساهر ورطنا واستثمر 20 مليون روبية، بس المصيبة نزلت أسعار البورصة وخسر ساهر كل شيء. شو كنت عم فكر؟ وشو اللي صار؟ طالما مو أختي اللي غلطت أبداً، في حدا غيرها غلط ورح يورط العيلة كلياتها. أنا ليش عم أحكي لك هلأ؟ رح أحكي قدام الكل، وعلى الحالتين ما رح يتغير شيء. ليه عم تحكي بهالطريقة؟ أكيد كل مشكلة بتصير معنا بيكون في إلها حل. أكيد رح نلاقي شي مخرج إلها. أنت إيمانك قوي كتير، أنا بعرف هالشي، والله ما رح يتركك. لا يا فدية، لو إيماني كان قوي مثل ما عم تقولي ما بصير معي هيك. يا ربي دخيلك، بين عليه إنه كتير مهموم ومزعوج. ساعدني يا رب. بسبب هيك غلطة كبيرة الشركة رح تندها على الأخير، وأكيد رح يواجه مشاكل مع الكل. أنا ساهر ما بيهمني، لازم يتعاقب على هيك غلطة. بإني أحكي معك بموضوع مهم. بصراحة أنا عرفت إنه الشركة خسرت شي 20 مليون روبية، مشان هيك أنا كنت عم فكر إني أقبل شرط عمتي. أنا بعرف منيح إنه هالشي رح يزعلك كتير مني، بس أنا لازم واقف جنب زوجي وساعده بهالأزمة، وهذا هو الحل الوحيد. وعدني إنه حتى لو رحت أنا رح تاكل منيح وتنتبه على صحتك، كمان رح تاخد الأدوية بوقتك. بدي اياك توعدني، انت لازم تتحسن عن قريب، ماشي؟ لازم تساعدني لحتى احمي ساهر. فدية، شوفي الجريدة قدامك. فدية، الحقيقة كلها قدام عيونك. انا بعرف انك زعلت مني، بدي اياك تسامحني على كل المشاكل اللي صارت واللي وقعت فيها من قبل بسببي. أنا صار لازم روح هلأ، عمتي عم تنتظر لتعرف شو هو قراري. بعرف لو أنت كنت منيح كنت رح تساعده، صح؟ أنا مو حابة أروح، بس لازم أعمل واجبي كزوجة. أنا رح أروح يا أخي. شو صاير؟ في شي؟ أنت بدك شي؟ شو؟ هاي الجريدة؟ بس أنا شفت صورته، شو مكتوب هون؟ عن جد هالمنظر بضحك كتير. شو عم تعمل هاي بإيدك؟ ومن إمتى صرتي بتعرفي تقري جرايد؟
أكيد ما كنت عم بقراها، بس أنيس كان عم بيأشر لي عليها وأنا شفت صورة زوجي فيها. هن كاتبين عن شوية خسارة صايرة بشركتنا، لهيك حاطين صورة ساهر. يلا روحي، أنا فيني أهتم بأنيس منيح. بدي تدير بالك على حالك. أنت عم تتحداني؟ شو صار لك يا أنيس؟ كم مرة حذرتك لا تحاول تلعب معي؟ حاولت تخبرها ما هيك؟ بدك تخرب لي خطتي؟ بدل ما تساعدني ما هيك؟ لك أنيس، أنا شرحت لك من قبل بمرة، فدية ما حدا رح ينقذها مني. قدرت وقع على الغبية بالفخ تبعي مثل كل مرة وما رح تطلع منه، ما رح اسمح لها ترجع تفوت على هذا البيت ولا بأي شكل. عم تفهم علي؟ حط شغلة وحدة ببالك، رح تجي الفرصة المناسبة عن قريب، ومثل ما قدرت أخلص من أول شوكة وقفت بطريقي، رح أخلص من الشوكة الثانية وما حد رح يقدر يوقف بوشي بعدكن أنتو. بس أنت رح سامحك. حرام فيديا، كتير ضعيفة ولازم حدا يساعدني. يا ربي دخيلك تسامحني هذا القرار، بس كرمال زوجي أنا رح أضحي مشان ساهر، وبدي إياه يعيش مرتاح. شو قررتي يا فتية؟ عمتي، أنا قررت أخذ الشيك منك. رح تترك البيت من بكرة الصبح، بس تذكري إنه ما في حدا هون لازم يعرف إنك رح تروحي من البيت وتمشي. أنا رح أحكي مع الكل بعد ما تترك البيت. ليش يا ربي؟ ليش دائما بصير معنا؟ ليش المصايب عم تصير معنا دفعة واحدة يا ربي؟ الكل عم يخدعنا بهالدنيا. كنت مفكرة انه فدية غير الكل وانه رح توقف جنب ساهر، بس لا، للأسف كمان هي طلعت مثل مرت ابنك. فدية اخذت الشيك منك عمتي، كنت متأكدة انه رح تاخده. أنا ما بدي إياكي تبكي وتزعلي عليها، قلت لك قبل بعرف شو هدف فدية. الظروف والوقت ما في شي بغير لطبيعتها. أنا خبرتك قبل يا عمتي عن البنات اللي بهديك الضيعة الفقيرة، هنن ما بيهمون غير المصاري وبس، في حقد كبير جواتن وما حدا بيعرف شو نواياهن تجاهنا. هالبنت ظلمتك كتير. حاجة تحكي، ما بقى تذكري اسمها قدامي. أنا ما عاد فيني حتى أسمع اسمها. حتى كنتي اللي بتكرهني ما قدرت تزعجني مثل ما عملت هالبنت. أنا ما رح سامحها أبداً. هي ضحكت على كل العيلة. فدية رح تروح بعد ما جرحت كل واحد فتح على قلبه وساعدها. قدرت تجرحنا لهالدرجة بس كانت مبينة. كنت كتير بريئة وطيبة. واضح أني كنت كتير غلطانة
منيح رح تترك البيت. ما بدي اشوفه الشبقة. ليش زعلتي يا عمتي؟ لازم تضحكي هلا. فدية صارت عدوتك انت كمان. ما بتتخيلي قديش مبسوطة وفرحانة. فدية رح تطلع من هون واخيرا. واليوم بعد ما شفت عمتي عم تبكي ومقهورة بسبب هالمحتالة، فدية ما رح تتجرأ ترجع على هالبيت. كتير منيح سندورة. برافو. كنت متوقعة رح يصير هيك شيء. هلأ فدية رايحة مشان تعطي ساهر الشيك على أساس مشان تساعده. طبعاً أنا ما رح خلي هالشي يصير. أنا رح أخده. ما لازم أخي ساهر يعرف أي شي عنه، وإلا العيلة بأكملها رح تعرف بتضحية فدية الكبيرة كتير. أنا لازم أتصرف. تعرف لو كان بيطلع بإيدي، أنا كنت رح أقضي حياتي كلها معك أنت، وكنت بإيد جنبك مثل خيالك. يلي صار والظروف اضطروني إنه أعمل خطوة مثل هاي. مثل ما بتعرف إنه الزوجة واجبة تدعم زوجها دائما وبكل الصعوبات، وأنا رضيانة بنصيبي. الحقيقة أنا اليوم بقدر أدعمك ووقف جنبك، والطريقة هي بإني بعيد عنك. بس صدقني أنا رح أشتاق لك كتير. بدك صراحة يا أنيس، أنا بعرف إنه أنت بلشت تكرهني كتير، ولو كنت معافى وبصحتك أكيد أنت كنت رح تبهدلني. كنت قلت لي سندورة لحد اليوم أنا ما شفت مرة مثلك. إيه بس شو ساوي؟ في شغلات الواحد بيضطر إنه يعملها بهالحياة، مثل هذا الشيك. أنا لازم أحصل عليه وبأسرع وقت، لأنه بتعرف إذا ساهر شافوا للشيك شو رح يصير؟ وقتها أكيد رح يروح لعند عمتي ويسألها ليش عطته هذا الشيك، وبعدين هي حتروح وتسأل فدية. وقتها هي رح تقول كل شي، يعني إنه هي أخذت المصاري مشان ساهر. بس هذا الشيك بين إيدي هلأ. بتعرف يا أنيس، سندورة هيك ما بتقبل إنه تفشل أبداً. فدية رح تترك هالبيت وتروح لبعيد كتير. حتروح ومفكرة إنه عطت هالمصاري لساهر، وبكرة رح ينسحب مبلغ كبير من حساب عمتي.
طبعاً اللي رح يسحب المصاري هو أنا، وقت العيلة كلها رح يكرهوا فدية، لأنه رح يفكروا كلهم أنه فدية أخدتهم وهربت، وما حدا أبداً رح يشك فيني أنا مسكينة فدية، لأنه رح تضل مفكرة كل حياتها أنها عملت لزوجة تضحية كبيرة كتير. أنا هلأ صار فيني نام بسلام. لسا في شي واحد لازم أعمله، أنا بدي صلي بهذا البيت لآخر مرة، بس أنا حبيت وضعك وشوف وشك لآخر مرة قبل ما أروح. بهذا الظرف في نهايتها لفدية. رجع كل شيء مثل أول ما. هي فاتورة الكهرباء. يا ربي شو جابه لهم؟ مو معقول. أنا لازم أروح بسرعة على غرفة ساهر وأعرف وين الشيك. عفواً بس أنت ليش مبتسم؟ شو عم تفكر هلأ؟ أني خسرت؟ أبداً هالشي ما بيصير معي أنا بنوم. سندورة؟ أنا جبت له هالمرهم لأنيس. مسكي دهنيله. ماشي. شو القصة أنيس اليوم مبتسم؟ شو صاير بالدنيا أنيس؟ باين عليك مبسوط اليوم، شايفة؟ صاير معه شي يعني؟ لا والله أبدا، شو بده يصير معه من الصباح؟ يلا دهني له لجوزك. شو جابه لهون هلأ؟ وانت حسابي معك بس ارجع. Thank you.
سندورة؟ على شو عم تدور؟ أنا ما عم دور على شيء، كنت جاي لدور على ساهر. أنت جاي تدوري على ساهر جوات الدروج؟ شو صار؟ عجبه المرهم الأنيس؟ المرهم؟ أنا ما بعرف دهنت له أجيت بهالسرعة هاي؟ صباح الخير. أهلين. شو هالصباح؟ أكتر تنتين بحبهم بهالدنيا، أول وشين بتصبح فيهم. لحد هلأ مبين على ساهر إنه ما شافوا للشي، أكيد مخبى بشي مكان. ساهر، أنا أجيت لحتى أحكي معك بموضوع مهم. إيه أحكي. ما بعرف إذا كان الوقت مناسب لقلك يا ولا لا. ليش مترددة كل هالقد؟ يلا أحكي. خلاص يلا بعدين بقلك يا. لك بترجاكي تحكي. عن إذنكم. سندورة، أنا ما عم بقدر أقوله لساهر الحقيقة مثل ما هي بخصوص فدية، مع أني كتير حابة أقوله، بس عن جد أنا حاسة أنه هو عن جد بيحبه. بقى كيف بدي صارحه وأقوله أنه هاي البنت من أي نوع من البنات؟ أنا سندورة، أنت شو قصتك؟ على شو كنتي عم تدوري ومشغول بالك لدرجة إنك ما سمعتيني؟ أنا ما كنت عم دور على شي عمتي. بعدين على شو بدي دور؟ كنت بدي قلك شو رأيك نروح ونتأكد وين فدية وشو عم بتساوي؟ يمكن تكون عم تضب أغراض. امشي. رح أرجع لهون مشان دور على هداك الشيك، على القليلة هيك برتاح من المشكلة، وهيك بتكون راحت فدية وتركت هذا البيت. بس الواضح لهلأ بما أني ما لقيته للشيك بأي مكان هون، يعني ساهر لسه ما شافه كمان. بعد شوي أنا رح أترك هالبيت بكل شي فيه، مع هيك أنا متأكدة إنه الله رح يستجيب دعائي ورح يحمي هالبيت. هنا رح يضلوا عائلتي دخيلك يا رب احميهم. طبعاً أهم شي أدعي ما تتحقق نوايا سندورة السيد، لأنه هي رح تدمر هذا البيت بسبب أعمال السيئة. مع أنه يمكن عمتي تكرهني كتير بعد هالشي، لأنه بعرف قديش هي بتحب هالعيلة وبتفديها بروحها إذا اضطرت، بس أنا كان ضروري كتير أني أكشف وش سندورة الحقيقي قدامي.